بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير. يوم رائع لكره القدم المصريه النهارده منتخب مصر الاول قدم مباراه كبيره ورائعه وتعادل مع المنتخب الجزائري الشقيق بهدف لمثله رغم النقص العددي بعد طرد محمد هاني وهتكلم كتير النهارده عن طرد محمد هاني تحديدا في منتصف الشوط الاول مباراه كبيره جدا جدا لكل لاعبي منتخبنا الوطني كل التحيه وكل التقدير على هذا الاداء الكبير والرجولي لانها تجربه الحقيقه في ختام الاجنده الدوليه تخليك تخرج من حاله الاكتئاب اللي, اللي كانت عندك من مباراه تونس ومن مباراه زامبيا شويه كمان وتخليك تستعد لكاس الامم الافريقيه القادمه على امل الفوز بهذه البطولة على الأمل بعودة الروح المعنوية وارتفاع الروح المعنوية مرة أخرى أهمية مباراة النهاردة مش بس في أنك متماسك وبتعمل مباراة كبيرة أمام واحد من أهم وأعظم وأفضل الفرق خلال الثلاث أربع سنين الأخيرة كمان أن أنت بتخسرش وأن أنت مطرود منك لاعب في أول وعشرين دقيقة واحد من اللاعبين المهمين جدا واللي لهم مستوى أداء رائع خلال الفترة الأخيرة لكن مع مكسبك حتى مهما كانت الظروف ولكن في النهايه كسبت زامبيا في المباراه الاولى فالمعسكر ده بالنسبه لي الحقيقه بيمثل شغل وهدف رائع جدا جدا اذا كان هناك من يستحق التحيه قبل بس ما اتكلم فني اكتر عن هذه المباراه فانا بحيي الشركه المتحده سبورت، المتحده سبورت شركه المتحده للرياضه الحقيقه لأنه المتحده للرياضه هي اللي نظمت هذا الامر للمجموعه اللي امام حضراتكم المهندس سيف الوزيري والمهندس او الاستاذ محمد يحيى لطفي كان لهم دور كبير جدا وطبعا كل المجموعه العمل في ظبي والاستاذ جمال علام والاستاذ خالد الدرندلي رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ونائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم انا بحييهم الحقيقه على الهواء مباشره مع حضراتكم يستحقوا كل التحيه وكل التقدير من زمان ما شفناش مباراه بهذه الحلاوه جماهيريا وتنظيميا وكل حاجه كانت حلوه الحقيقه فشكرا للمهندس يحيى محمد يحيى وشكرا للمهندس سيف الوزيري ده من الناحيه التنظيميه ولكن على الجانب الاخر لما نيجي نتكلم عن هؤلاء النجوم الكبار محمد صلاح ورياد محرز انت النهارده وانت قاعد بتتفرج مستمتع مبسوط سعيد بهذا اللقاء الـ 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 الشمال افريقي الرائع الافضل في افريقيا كانوا بيلعبوا النهارده هذا الرجل يستحق كل التحيه روي فيتوريا هتقول يا عم اسلام ما تكبرش الموضوع أو لا اكبر الموضوع انت بتلاعب المنتخب الجزائري افضل من وجهه نظري واحد من افضل ثلاث منتخبات في افريقيا في الفتره الاخيره ومطرود منك واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين وبتعمل هذا الاداء وبتجيب جون فيهم وانت مطرود منك واحد وبيفضلوا لغايه الدقيقه 94 مش عارفين يجيبوا فيك جون وتعادلوا معاك في الدقائق الاخيره من عمر المباراه فتحيه كبيره جدا روي فيتوريا النهارده قاد المباراه من الناحيه التكتيكيه والنفسيه والبدنيه نني نني عامل مباراه جامده جدا كل اللاعبين زيزو على الرغم ان هو طلع بعد 30 دقيقه ولكن وجود زيزو في الملعب من بدايه المباراه اداك ال ال اليد العليا في المباراه من الناحيه الفنيه انا مش عايز اتكلم كتير في النواحي الفنيه لانه في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معايا نجومنا الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن اسامه عرابي واستاذ عصام شلتوت واستاذ محمود شوقي هنتكلم اكتر عن اللي حصل في هذه المباراه عايز اشيد بكل حاجه كل حاجه مفيش لعيب اثر النهارده كل اللاعبين المدير الفني وجود حجازي كل حاجه كانت حلوه النهارده زي ما قلت لحضراتكم لاعبون قدموا مستوى كبير جدا جدا قدام منتخب قوي وعنده لاعبين مميزين وكمان روي فيتوريا كمان بيدير المباراه بمنتهى الهدوء رغم النقص العددي ناس كتيره جدا كانت شايفه ان زيزو لازم يكمل هو شايف ان زيزو يطلع ويلعب عمر كمال ويكمل بهذا الشكل وبهذا المستوى الحقيقه روي فيتوريا يستحق كل التحيه كل اللاعبين يستحقوا كل التحيه يعني لو يعني لو يا ريت تجيبوا يا جماعه الاستاذ خالد الاتربي هاتوا لي خالد الاستاذ خالد الاتربي لانه امبارح كان بيتكلم عن القائد يعني ما كانش عاجبه وجود القائد جوه الملعب وانا الحقيقه اعترضت على هذا الامر فشخصيه محمد صلاح النهارده عامله ازاي؟ محمد صلاح ادى مباراه ولا اروع واحده من افضل المباريات اللي لعبها صلاح منذ وقت من حوالي من وقت يعني ايضا تريزيجيه النهارده بيواصل تالقه ايه الجمال اللي عامله تريزيجيه ده؟ مصطفى محمد الشوط الثاني